مش نتصور اللي انت باش تخلي بيه وما تشهدش معايا، وانا اللي مستنصره بيك يا منيره هكا تعملي. كبرهاش يا سعاد، تعرف معزتك عندي، وقت اللي كلمتني في التليفون ما كنتش نجم نجيك المعمل على خاطر قلت لهم مريض وشد الفرش. اللي يسكت على كلمه الحق يتسمى وقف مع الظلم راهو، وما تبداش تفركس في كلام ما عنده حتى معنى. انت اللي شديت صحيح في حكايه الشهاده الطبيه على خاطر تعرف قداش ليمات هذوك محتاجت لهم لاختي باش تلاقيها، مش باش نلعب. اي واحد في بلاصتي يعمل هكاك؟ ما تعرفهمش راك، يدبروا لي اي سبب ويطردوني من المعمل. ديجا المده الاخرى نحس في ساميه لها بيا اكثر من لازم راهو. خساره كنت حطتك في بلاصه الفوق، في بالي انت الراجل باش نعيش معاه مرتاحه ومتهنيه. سعاد تحبني؟ عودها نحب نزيد نسمعها. تحبني سعاد؟ تعرف على خاطر الكلمه هذه نشهد ونزيد نشهد حتى لو كان ناكل خبز وماء. الحق الحق، حط روحك في بلاستي هكا تخليني يهشولي في لحمي ودي تفرج. وين؟ اسمعني انت، نبه عليك النمره دي انساه، لا عاد تكلم لي للدربيه، ما تزينيش اختك المهبوله باش تكمل علي انت. شبيك قايد؟ قله حياء، ما نعرفش من يجيبوا فيها نمره التليفون. كما جيتش انت تعطي في نمر تليفونك للبنات، راه حتى واحدة ما تطلبك عزيزي، وانت عامل فيها دونجيون زمانك. ما فهمتش كيفاش دبش هكاك. كي سبتك بيه شكون مات نظر في دبشك؟ ها يا بيه اسمع، ما عادش نسى الخزانه زيد بابا زيري، فهمت؟ كان عطاها ربي راك تعاون فيا ديما، نعلم مسكينه كبرت يعني ربي بحالها، ما طايبينك اللقمه اللي موجهه ولي في قفاها. نعرف عليك انا تعمد لي بعد العمايل مالا. شنو تحت ساقك؟ حتى شيء. فرده تاع شكون هذا؟
100% تاع ريم يخسوا عاد انا باش نلبس فرده عمري ما لقيتها في الدار وريم شبيها مسانسه جيت تلبس حوايجها هونيا شنو حكايتك انت اقعد اقعد اسمعني ماكش عاجبني راه انت اللي مات يا اخي يا اخي تحب تتبنى عليهم ونقول لك ايه صحيح ايش هو سعاد يا اخي برا وشوفوا بعضكم تفاهموا وبعد ايش اكلمني الفرده هذه عندها حكايه اقسم بالله العظيم اقسم بالله كان ماكش باش تحكي لي اليوم بدك تفهمي داير فهمت شنو سعاد انت برمشي كلمه ريم بالك شكلتها مع عند واحده من صاحباتها يا اخي هاي نانا تعيطك ها ما زال احتف معاك صعب ان شاء الله هاي سعاد الفردة ذي متاعك ترى نشوف ذهب ايطاليا هذي بينا قلت لك متاعك ولا لا واه سعاد ما قلت لك ليش بيكي بربي متاع شكون لقيتها في الصاله قلت بلكش متاعك سلفتها لك واحده من صاحباتك خمزي شكون سلف الذهب هو ولا قالك عليا نهار كل وين ندور نتسلف تشك تشوف هي بربي زوج تبجيلات نحي واحده نلبس الاخرى حتى من صاحبتي ساعات يتمقروا عليا يزي من الحديث الفارغ هذايا تخبلي نسيت حكايه البروشه اللي لقيتها عندك المره اللي فاتت سالتك عليها قلت لي هديتها لي هاجر ولا عطتها لي ولا شنو حتى ورجع حالها وبعد نلقاك ليله مخبيتها لي تحت حوايج الصيف فقت بيك راه هذه ما تكون كان هديه نتاع راجل اقسم بالله كان يطلع من عندك الساقط هذاك برحمه امي برحمه امي يزي اللي عاد تحكي لي فيها الحكايه علاش ساعات بربيش الجرح نزلت تعبه راني شعمت لك بيه سامحني يا شختي سامحني والله اللي قصدت نوجعك والله سامحني شلا غالب انا بيدي روك يكثر علي الشيء واللي ما عادش نعرف نعمل وما عادش نعرف نقول كان انت تدخل بعضك ما عادش تعرف شو تقول مالا شو نقول لها عصام انت منك ام منك اخت من قبل ما تتوفى ماما الله يرحمها احنا نغلطوا وانت تصلح مش كان ما جيتش انت وقفت لنا الله اعلم مش كان يصير فين مالا باش اخوانا بالكلامك هو شوف ربنتي راه وقت اللي نصيح عليك ولا نجرحك روح على خاطر مصلحتك ساعات الواحد يبدا غاطس في الغلط لشوشته ما فيقش بروحه يبدا حاجته بعين برانيه يغزر بها تفيق قلبي عندك الحق الواحد ولما يشوف كل زي ما هو لمخه بعد يفيق يقل حسب كلها غلطه تخبني انا ما غلطش نتمنى نلقى شكون بجنبي ان شاء الله حتى بابا هاو خلينا نمشي ساعات الواحد يكفيه انه يلقى عبد كبير وراه مش مشكله عزيزتي انا مش ما تقوليش كان غبت تعبت شوية الجمعة اللي فاتت فقدناك وسألت عليك البنات قالوا لي انت مريضة ثقلت على روحي بالقراية وبر المهم توا لاباس ورد بالك عاد ليك زمان ما عادش عليه برشا ليك قدة ربي سافا انا ماشي نعمل لي فوتوكوبي توصيش على حاجة ماذا بيا ما بعد ما تتبع خليني نعمل من عندك فوتوكوبي داكورد غدا نجيبهم الكل معايا خويا تربثت دخلت بعضي ما نكذبش عليك ما نعرفش كيفاش طاحت لي وزيد بالزهر سعاد ما هيش ميسانسه راه تثبت ما نعرفش اش بيها هالمره هذه
يا خويا انا قلت لك من الاول هز ردمهم في يرضكم وتصرف خبيهم، ما تحملنيش انا المسؤوليه. باهي توا زايد الحديث، مش تقعد تبكي لي؟ يلزمك تعمل لها فيلم، هذاك هو الحل، يلزم الفيلم. ولا اللي انت لقيتها في تونس ملوح هزيتها ونسيتها، كيف جيت تبدل في السروال تحت لك من الجيب. ما تعرفيش سعاد انت، وقت اللي تخزر لي هكا في عيني وتقول لي اخزر لي اتكلم اش فما تربث وندخل بعضي نحكي لها كل شيء. انا هايف ما نكذبش عليك، اديش بيك تسيبها لعبه ولا شنو؟ تطلع للازرق ما يلزمها تعرف حتى شيء. باهي يلزم تقول لها هذيك هي الحكايه، لقيتها في تونس ملوح. اوكي باهي باهي، عارفها انا الحكايه من الاول هذيا ماهيش مشطوفه الاخير. كان يزيد عاد صحيبك يجبدنا معاه في البحث هيك هوا عاد تبيلك. بونجور ريما، سافو نحولك تبع ريما؟ سبيش زين مغسس بيك، فينك يا اخي نفركس عليك؟ مفتيش هاللوجو عليك؟ ثقلت على روحي بالقرايه، تعبت شويه. شدلنا روحك توا باش نعملوا ريفيزيون هايله. في بالكم الاكزامان قرب، احنا ما حضرنا شيء البنات. مادامك ارتحت ايش نرجعوا للريتم تاعنا؟ ايش وحدي للدار؟ علاه نجيب وحدك للدار؟ يا اخي ماكم مستنسين تحضروا في داري، ايش بيكم بدلت البلايص من غير ما تقولولي؟ حضروا وحدكم يا بنات المرا هذي، انا ما عادش نش. علاه؟ قلت روحي كي نحضر وحدي خير. واه امان كلمه، ايش بك تحكي معنا هكا يا اخي مستنسين وانتوما وتحضروا؟ سامحوني تا عندي شكم شنقاط في الماشي، باش نمشي نشوف الفور. استنى نحكي وش بيك يا اخي. طيب يا هشام ريم، نزلت تحضر؟ مش قلت قالك الطبيب يزمك ترتاح وتبدل الجو؟ يا نانا اللي كيفنا ما يرتاحش، تي ما عادش نرقد الليل وان شاء الله ننجح. هاني عاودت العام اللي فات، تحبني نزيد السنين؟ نانا فماشي حاجه ناكلها هكا بنينه باش نموت بالجوع. فم هذا اللي بي عطا نسخن لك المقرونه ونعمل لك سليطه تونسيه دلوقتي. بفضلك يا نانا. هذا الاستدعاء الثاني تو. اي جابوا عون امن وعديتوا للمحامي كيف ما قلت لي، مازال ما قال لي شيء. وعدي باش يكلمني البارح، استنيته ما فما شيء. انا نكلمك نعطيك الشمه. داكورد داكورد بسلامه. وي ولوش نخسائر نخلي الوتيل بلاش نمشي للريستورون؟ والله فديت من هوني، نحس في روحي باش نتخنق بين هالحيوط كاينه باش تترشق على راسي. اسمعي نمشيو للبلاصه راهي نحكيو شوية. علاش عندك ما تقول لي؟ تحب تقول لي كلام حلو؟ جاتني تفتوفة من الأرض بتاعي، حبيت باش نخلص لك المبروك ما تحبش. وزيد ثم موضوع باش نحكي فيه معك يهمنا الزوز. داكوردو اللي تعملو انت مبروك، انت تأمر يا سي علي. لا لا سي علي ما تصلش بالكل. باهي باهي اوكي، سايس روحك انت مدام. بيه مسلمة. مختار صباح الحمد لله لاباس، هاك رجعت تقف؟ اي اما شكون قالك اللي جاي اليوم الفاك؟ مش مشكلة كيفاش عرفت؟ تنسيش عيلة واحدة راه. ريم حشتي بيك، نحب نحكيه شوي توا؟ ما نجمش، مزيد كي رجعت ويزمني ندبر لي كور اللي فاتوني و ويزهولي معانا ما نحكيه مع بعض. بيه استنى، عارف انت عارف تهرب منه، اما اعطيني فرصة اسمعني وبعد قرر اش تحب. منحبش نروح طاقة. باهي ما نروحوش، نستدعاك نعملو تحويسة ناكلو حاجة ونحكيو. باهي ها؟
يعطيكم الصحة. شوف يا زكي، عندي مدة وأنا نتبع في سيرتك، في حديثك، في طريقة تفكيرك، لقيت لي ثم برشا حاجات تجمعنا. أي نسمع فيك علي. عاد قلت علاش ما نقربوش أكثر لبعضنا؟ نحب نقابل الوالدة ونحكي معها، أما ماذا بيا نسمع منك أنت قبل. والله إيش باش نقول لك، أنا الحق ما نلقاش خير منك. اللي جيت تخدم معنا بدلت لي برشا حاجات في حياتي، وبصراحة مليت لي بنيتي. هذه نعتبرها موافقة ملا. انت شو ظهر لك؟ شنو هو توا مش نولي وليداته؟ ما نعرفه كان بالفلاخي. ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب ونفرحك. والله يضع لي كلام، ما عادش نعرف شنو ما خليتليش فرصة باش نحكي. وين نقرب لك؟ وين نقرب لك تصدني؟ حرت نعمل معاك. وهذاك علاش مشيت لسعاد، حكيت لها، فرغت لها قلبي، حبيتها تعاوني على الأقل، وقلت نعرف رأيك فيا في لحظة هكا تبدأوا متصارين فيها. مختار، انت ولد حومتي ومحسوب ولد الدار، مش من اليوم نعرفك، نحترمك ونقدرك برشا. عمري ما خممت في علاقة نجم تربطنا ببعضنا، على الأقل قبل باهي. وتو فما حاجات الواحد ما ينجمش يجاوب عليهم بأي ولا لا. أنا في حياتي نحب نكون صريحة وواضحة مع الناس، مش نحكي لك بكل صدق على تجربة عشتها، أثرت فيا برشا والتو مأثرة فيا. تعرف اللي أنا تو عمري 25 سنة، ويظهر لي ما فماش واحدة في العمر هذا ما عاشتش تجربة، سواء كانت فاشلة ولا ناجحة. مشي في بالها اللي هي قصة حب وبنيت عليها أحلام كبيرة، وظهر لي هذا حق. ولا حلال علينا حرام عليكم؟ ما عنديش الحق باش نحس حاجات كما هذه. شنو هي الحاجات اللي كما هذه؟ اش تقصد؟ على حكاية تخص صاحبتك بتاع الكهرباء قلت اللي عمل عصام مشكلة، مش معناه أثرت فيك وما زالت مأثرة؟ فسر لي يعني، نحب نفهم. دون سوكا حكايتي باش تعبك ياسر، باش تقلقك أكثر من اللي باش تريحك، وزيد أنا حبيت نوضح لك حاجات باش مخك ما يهزكش لبعيد. يا ريم راني نحبك. تفهم شو معناها نحبك؟ معناها ما نجمش نرى مرأة أخرى غيرك، وكيف ما نجمش نتخيلك عشت معها غيري، ولا حتى مسك. هوني راك غلط، انا نحكي لك على مشاعري. ما فهمتش علاش تحبني نبرقش ونزين ونغطي. الرجال الكل يعرفوا اللي نساهم قبل ما ياخذوهم، عارفوا رجال اخرين قبلهم وخباوا عليهم، هم عايشين شيخين بالكذبه اللي مش مقتنعين بها. المهم يحسوا روحهم لولانين في كل شيء حتى بالكذب. حبوا الوحده تقول لهم انا صفحه بيضاء، ما نعرف حتى حد من الرجال، كان خويا ولا بابا، حتى ولد عمي لا. حاجه تضحك. ضحك رديتها كاريكاتير الحكايه. ضحك بالعكس، حاجه تبكي. مش سهل الواحد ياخذ منك وقتك وعقلك وقلبك يتسلى بيه في الحلقه الاخرى، يقول لك فاتون كومبليكسي متخلفي ما عندك سافوار فيف، عليه على خاطر ترفض باش تبيع كرامتك وشرفك. نعرف الكلام كما هذا يوجع، حتى حد ما يحب يسمع من عند الشخص اللي يحب. اما لا، انا يهمني انك تعرف عليا كل شيء، ومني انا بالذات خير من اللي توصلك حاجات غامضه.
الدار، اختارنا من العاطفة ومن من الحب ومن فما حاجة لازمك تعرفها عني. نحب نعيش، نحب فديت من الفقر، فديت حومة كرهتها عفتها، ليخو راجل لبس عليها حقق لي أحلامي الكل، عنده برشا فلوس و بطبيعة برشا فلوس، برشا فلوس وديار وكراهب وعباد تخدم فيك وصياغة ولبسة وحوايج وصفر. ومن بعد من بعد والعاطفة وهذا يا وين يا ريم؟ انت تحب تعيش مع بانكا مش مع راجل. تعالي وقايت مروان. حتى انت يا جليلة زادة تسايس عليها الماكينة، مشيش في بالك تراكتور عليها وخاي شبيني. انا رجعت ثورة، اسمع الخدمة هذه راه ما دخلتهاش البارح ولا اليوم انا، والماكينات اللي قاعد سيادتك ترى فيهم الكل كلهم خدمت عليهم ايه ونعرفهم. حلو. لا 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 منير عنده الحق، انت تخدم بتصميم والعصب الكل تصبه في الماكينة. اش قولك توترة؟ مستناك وقت الفطور قدام الريستوران تخرج طوله. ما زلت في طرف هالقماشة؟ قطعة واحدة ما كملتهاش؟ نستنى في مكان جليلة حتى شليل تتصلح، مش خلط عليها القطع الأولاني. إيش يهمك فيها مكان جليلة؟ ما هو أخدم خدمتك وعديها الإلهام ولا أمال ولا أي واحدة من البنات. سيب الهوني. شنو هذا؟ دي هاي معوجة وحالتها حليلة. يا بدي عليه؟ قولي زاد القطايع هكا الكل. عليه مدموزيل ما هوش معوج وه؟ ثبت مليح وكل بس عليه. حتى انا مش اول مره نخدم مع الماكينه، وملي دخلت المعمل هذايا ما رجعت لي حتى قطعه. امان يا سعاد، على خاطرني انا قاعده نعاون فيك ونصلح لك في ديفوات مادموزيل. هذاك علاش انا راهو الخدمه تشد لي برشا وقت. شنو شنو الكلام هذايا؟ تقيموا ليك عشقتي راكوليا، علي الكذب؟ علاش كذب علي انا كذبه؟ تقصدني انا؟ لا لا تقصدني انا، تسمعوا فيها البنات شاهدين عليها تكذب فيا؟ اجيو شوفوا بعينيكم الخدمه. هاي الخدمه اجيو شوفوا كيفاش مستقيمه. هاو واش علي هاي كم عوجه؟ شوفوا الخدمه كيفاش، واش علي شوفوا كيفاش خدمتها؟ ما قلتش خدمتها، شوف خدمتها مش عليك انا. طيب طيب تضربني يا شاهدوا عليها؟ تحب تضربني يا بنت؟ ابعد عليها، اخرج عليها من هنا، قلت لك اخرج. اخرج عليها، اخرج بهاني خاجه. شنو بنيتك عندك؟ اسمع ماكش عامله عليا مزيه راه باش خدمني، فهمت؟ القسم بيد ربي يا لاله يا مريضه، برك تداوي روحك خير لك. سيبني انت. طيب مدموزيل راهي روحك ما تاخذش عليها، مهبوله راهي. اش تعمل انت هوني؟ مش شد خدمتك وانتو ما تغزروا ليها. يا بنتي باش تفهم باش تفهم، خالط عليه الهون ايش تحب؟ يعني نحكي مع الراجل ترجع بعد درج هز الخيط واللي تحب تهز حتى المجازة كامل بايش يطور كده. بخصني سامية تستاهل برش ماكينك. سعاد 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 استنى شبيك؟ هاني خليتها لكم واسه وعريضه برا برد عفاق قد ما تحبوا. يا سعاد شبيك هكا؟ تشبيك مزروبه يا سعاد؟ خلنا نحي طبيتي ونمشي معاك نوصل. اسمعني ثانيه، هذه المهبوله نتاعكم المريضه انا ما عادش نتوقع راه كل يوم تعمل لي مشكله عصابي ما عادش نجم. باهي تو نمشي ساعه في القدر تو جيت تطلب منك السماح. يا زين يا زين ما حشيش ما عادش نحب نخدم فيه المعمل يا زين. سيي ما عادش. يا سعاد فهمني شو اللي صار، هدي روحك نسمعك انا تفهمني. يا سعاد ما نهديش روحك. يا سعاد استنى شبيك هكا؟ هاديه هادية هادية مرتي مرتك. موسيقى
واللي صار. ما كنتش نجم نزيد نعيش معها اكثر من هيك. بالله يقول لي اما خير نطلق ولا نقعد كل مره نتوهم اللي انا عايش مع امراه ما تربطني بها حتى عاطفه غير انها بنت عمي من لحمي ودمي وما نجمش نلوح حتى وقتاش باش نقعد هك حتى لين نتخنق نعدي الليل الكل وانا نخمم في حياتي البارده اللي من غير عاطفه من غير محبه. شكون نفسك على كرش كنا زعما عليك؟ هذه حكايه طويله برشا مش لازم ندخل في تفاصيلها تو. المهم انت سعاد ما نحبكش تاخذ علي فكره غلط. محبتي ليك راهي ماهيش نزوه عابره ماهيش كذبه. انت لقيت فيك روحي لقيت فيك حياتي. يزي 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 الكلام هذا كله زايد. كان من الاول حكيت لي على حياتك وظروفك يمكن كنت نقبل. خليني انا وحدي نختار حكايتي معاك. عليه هكا عليه شو يقولوا عليا الناس انا اللي يشوفوني معاك وانت يعرفوك معرس شو باش يخموا عليا منين باش يفهموا انا شو نحس معاك ولا انت شو عندك معايا بالضبط. خساره كنت نغزلك بعين كبيره. تعرف ندمتني على كل دقيقه عشتها معاك. سعاد يا سعاد في نهار واحد نخسرك انت والخدمه مش نحسب روحي عمري ما عرفتك ولا قبلتك. ايوه انا راني ما نحبش الفضايح طول عمرنا واحنا عايشين مستورين والحمد لله يا رب. باش نقولهولك انا الكلام قبل ما يقولهولك البراينية راهو علي مش عاجبه دخولك وخروجك على بنيك. قلت له انا راهو كي بخوم وراهو انا غالب يا حاج. صدقني ما خلتليش الفرصه كل ما نجي نكلمها على الموضوع تنقص تحكي في موضوع اخر. هاو مرضى تريم هاي خدمه عم علي هاو عصام هاو درشنو هاو درشنو. نعرفها عمرها ما تظهر طول عمرها من اللي هي صغيره وهي اللي هي بخوتها دوب هكا ما تقع مشكله ترمي روحها هي الاولى. لا لا يا اخي معاش عندنا محامسه جيريا قلبت الكوجينه ما لقيت شيء خنقوا من زغر. يا للا كي سبتك باش تطيب لنا الليله يا للا يا للا بيبي شكون مات. اقعدوا للجوع لنجي سعاده تحن عليكم. الحقيقه الحقيقه بنيتي نستنى سعاد حتى تروح. نحب ناكل لقمه بنينه ما نحبش تبان بيس نتاعك. امان يا نانا انت توا تمشي لبيتك اقرا على روحك بر بر. شوف نمشي نجيب لك كويس تي من نعنع عبد اللور وعندي ما نحكي لك. سي عصام غلب علينا في هالدار وليت له بيت وتيل. انا ما فهمتش فين يغبر. تعرف اليومك الوليد جمال لمح لي على سعاد والله يعجبني ولد اصل جاني عيان قبل ما يكلمها هي. شنو رايك هاي رايي انا وش خص يا نانا ياسر متربي ونس مليح ولد عمنا يهبل. تعرف نانا محبته لسعاد من الصغرى مش من اليوم. راهو كان ما يحب يقعد كان حذيها يبدا يسال عليها ما يحب يحكي كان معاها. يا نانا يا نانا واش خاصك نعملوا فرح في هالدار يا الزينه من الكبي والقين يا فدينا. شوف دوب ما تدخل نحكي لها. يا خويا مازلت خايف ما نكذبش عليك. ما تعرفيش راهو سعاد اذا شدت صحيح في حاجه زايد توصل لها توصل لها. يا اخي شو بتردها سعاد؟ انت اللي تجي قدامها تولي مرعوب وتحكي اللي عندك الكل. مالك كان جيت في بلاصتي مال بايك المصفي عرعر وامك منها تخرن وخلي عاد رشيد عامل لي فيها راجل تقولش عليه مخه يوزن بلاد ورشيده ما قال حد لحد. اليوم مشيت لها باش نحي الجبس تضرب ضرب وزيد تقف تحكي زيد تضرب ضرب اخرى وزيد تقف تحكي. يصدقني اللي كرهتني في روحي.
يا هيثم انت راني نتبعك ونندم ونقول كيفاش عملت هالعمل. امبوسيبل راهو كان جيت وحدي نعمل هالعمله ذي ولا خاطرني كيف نسكن في مخ عبد تدخلوا للغريق وهو يضحك. اي يدي شبيك شبيك شي دور هاك شويه فينا راك خارج تعيش البر ولا قول لي عندك الحق انت هذي تقولش عليها تراكس. تعرف يظهر لي ذاك هو حلها واحد يفسع ويخلي اهل بلاه في بلاها حتى صاحبك رياض كان حكي خلي يحكي زاد. منيت عصام جاي ولدي ركس الشريك على راسك ومن الزنقة لزنقة وبالقهوة قهوة تلوج فيه تلوج علي ونروح بيه تغشش علي من بعد نرضى علي شي ما يعوضك مت أم ولا بابا سليتش عن بيه تو عليه الصلاة والسلام هذاك حكم ربي خرفاتك صغير ترسم تعبه في جرته كله تعب يا عبد المجيد أما تعب أهون من تعب نتعب ربي في ولدي ونجري عليه بنتعب كل مرة نشوف امرأة ترضع في صغيرها ونتلبس له في حويجه ومشي يمشي للمكتب شنو وقتها؟ عاودنا رجعنا؟ ما قلنا نساوي الحكاية ونسلموا أمرنا لربي هو عندك ولاد الحومة كيف ولادك افرح بيهم وبشبش بيهم فك عليك من حكاية الفارغة بتجيب حتى منفع عليه الصلاة والسلام. تعركت أنا وكسامي رميت لها على خليقتها طبلي وخرجت ما حش نحمل الظلم يزيني يا أخويا القسم بيد ربي طال مش فركس خدمة أخرى يعني. خير من الأحسن نشوف بلاصة أخرى مدام لقيت شراحتك كها كلم ذيك منير ولا سميه ربي يشوف لك خدمة ما عنده هكا معارف لا منير ما عاش في تونس رجع لبلاده يا لطيف ما الأزهر قل عرضتك شي نانا تا ما حكيت لك شي بربي يزيني من حكايتها نانا إجا عندي ما نحكي لك إجا عندي ما نحكي لك وانت تحل الصورة تلقى خيط لا المرة هيدي باش تحل الصورة تلقى جمال ظهر لي حاط عينه عليك بربي فك علي مرجي قتش كرهتهم جاي قوم سلم علي بابا اش بيه زيد هو بوك جاي قوم بوسو منه ومنه قولوا مرحبا بيك شنو اش بيه هاي يزرب عشو يلا صار فينا من بعدك يا علي صار اشتم ان شاء الله خير هو توا الحمد لله يا ربي كل شيء يتعدى وفيت و أما ريم صار فيها خليني نتكلم تتفكرش سعاد وقت اللي كلمتك وقالت لك إيجا وانت قلت لها ما نجمش وقالت لك راهي ريم مريضة وعندها برودة خايبة يا سيدي طلعت ما هيش برودة شنو ما خدمت باليد والساق وهالسنة هذا طبيب الأول والثاني السيدي رصت عند طبيب أصعب يا نانا يزي من التهويل والله ليه بابا شو هكا شوية تعب بتاع قراية وعيني قلقوني المدة الأخرى يا أخي شبيها عينيك بس أنسى تقلق فيك برشا أي ياسر تعبت شوية هكا راسي ولا يوجع وكل يعني راهي تبدأ تصيحة قبب أنا وسعاد وما نجمناش راهي تهزم خدة وطلمة هكا طول على وجهي شعر أنا جابتني مدة طولي يقولوا من كثرة القراية وليدي تعبت ياسر مرضى دراش اسمها بالسوري والله ما نعرف درسنية لا إله إلا الله الأيامات هذه كل وانا نحس في روحي متقلق أما الله غالب خبزة تحبك هي وانتي ماكش تقرب الطب ما عندكش الحق في مرايات بلاش
ليه بابا تمشي للسبيطار تعدي ويعطيوك قديش نقص وكل هاك اوردونونس وانت تتصرف. عديت مده في الفرش حتى سعاد خذيت كونجي بالدم تلهيت بها الحق. ايه اخوك اش عامل؟ بداش يخمم في خدمه على الاقل. كالعاده هذاك المقرص هذاك المعجوب هاك نهار كامل هو هامل مع ولد صاحبك ولا شكون؟ شكون ولد منصف؟ اما لا شكون؟ نهار كامل هو البر ما يروح كان عقبه الليالي والله ساعات ما نشوفوش قليل هكا نص النهار الراه. هذا زعما اللي نوصي فيه باش يرد باله على اخواته. اما زايد واحد باش يوصيه ضايع. على كل حال انا دبرت له خدمه غادي راس الشهر باش يشد بلاصته. والله كل وليد جميل يعطيه الصحه احن منه على البنات. كل يوم يجي يسال ويطل ويشوف نقصينش حاجه نستحقوا شي حاجه ومنها يروح. والله وليد وعليه الكلام تقولش عليه ما هوش ولد خوكك المكبوب. بابا هاني ماشي انا توا الفاك ديجا ضيعت ساعتي ان شاء الله نقطع الكورته على 10:30 مشيش كي نجي من نلقاك شون. صباح الخير. عافيه. تخدمش اليوم؟ ليه تعبه شويه حبيت نرتاح. عايش بنت. هيك قمت بكري. العشرة غير أربعة وقيت نمشي نقري خويا رشيد. راس سمك زيد درشي تو كان ما قريتهمش انت الاولاد تو يهملوا. لعب مع كل شيء الا مع الصغيرات هذوك امانه في رقبتي راهو. انا الدار نجم ننساه بلا مصروف هما ما نجمش نغيب عليهم. اسمع مختار زعما نمشي نتكلم مع امك علي مادام هوني قبل ما يرجع لشربه. سعاد هاني تشوف فيه نجيبش نحكي معاه نحشم بصراحه. يا رشيد املى يدك منها قبل. تصور عمك علي يوافق تفرح انت وداركم وبعد جهه تقول لك لا ما مش تولي مشاكل بين بايك المنصف وعمك علي وهما عايشين حياتهم كامله اكثر من الاخوه. ما نجمتش نحكي معاها طول النهار وانا نجري ورا الحانوت وهي في المعمل وقتاش باش نحكي معاها في نصف الليل؟ حتى كيف نتقابلوا في الشارع تسلم وتطبس راسها وتهرب تجري. شوف خويا رشيد انا اللي عندي قلته لك وانت تصرف. شتان تصرف مادام انت قررت ولقيت بنية الهلال في عثر لي نمينه برا. ما عندي مشكلة أخرى. مشكلة لأولادي يا منصف كيفاش أنا باش نقول لهم وكيفاش هما باش يسمعوا الحكاية ويقبلوا؟ هذا كان قبلوا. المهم لازمك تعرف كيفاش تحكي معهم وتقنعهم وتفهمهم بالمعقول. هذاك علاش أنا جيتك باش نشوفوا حل مع بعض. أنا ماذا بيا لو كان أنت تحكي معهم الحكاية. يا خي علي عفيني من الهداري هذية بهيشي والله العروس يعرس والمشوب يتهرس. عمي انت هنا باش نمشي فيس على البارفيمري تو نجي ما نبتاش. باهي ما تبتيش غادي انا نعرفك راه. رشيد رشيد جبت لك خبير. قلت لك ما عادش تخلي بابا وحده. ماهوش وحده معاه عم علي. عم علي بحدا بابا يجاوب باش يعرس. شكون عم علي؟ جيت بربيك الخماط اللي باش يعملها في دارو شخم علي فك العمر قايم يستحسن. وانت منين ليك هالخبر؟ انا سمعته يحكي لعمي منصف سمعته بوذني. اجا هوني وين ماشي؟ ماشي بحدا عم علي. يا ولدي شبيك انا الوحيده اللي في بالي بالحكايه تحب تشومها على راسي؟ وانت شقام عليك حرقك الحليبه وانت تحب نبيتك هوني؟ هاي هاني خارج بدوين نوصل الوراق نتاع الطبيب توصي شي حاجه من تونس غير ما تبتاش. ما نعرفك تلقى الفرمليات تدورها بيك وتبدا عاد تسيب في الذمار بتاعك. يحشم يحشم على الاقل قدام سعاد. هاي بيه هاي بسلامه سعاد. بسلامه باش. هاي مالك كيفاش احكي لي؟ ما تتصورش قديش ترعبت وقت اللي عرفته معرس. حسيت روحي تقوش عليه مع راجل عمري ما عرفته خفت منه.
هك الراحة والمحبة اللي كنت نحس فيها معاه الكل هذيبوا في لحظة. بالطبيعة يا سعاد، على خاطر انتي كنت تغزله بعين كبيرة. وقت اللي حكي لك على دنيته وحكاياته ظهر لك في تصويرة انتي ما تحبهش وما تتمنهش في راجل تمنيت باش نهار من نهارات باش يكون راجلك. ندمت اللي قربت منه، ندمت على كل لحظة عديتها معاه. مش ندم، احساس اخر اخيب واقوى. ما فهميش علاش تندم، ورد بالك نهار من نهارات تندم على حاجة عملتها ولا عشتها. يبخي تو هو اللي غلط، راهو ما خلالكش الفرصة باش تفهم طبيعة العلاقة اللي بيناتكم. هذاك اللي شواني، الحكاية ذي لزمها تموت. قداش تحب لي باش ننساه؟ يا ربي ما يزينيش همي انا، بابا ملوح وحده في الشارع، احنا مشتين كي ولاد الحجلة، وزيد تطريتي من الخدمة زاد كملت على ما بيا. لا عاد يا سعاد، عاد نعرفك تصبر ورزينا برشا. فديت يا رشدة فديت، كان نلقى نشعل في روحي النار ما عادش نجم. واه يا بنتي صلي على النبي، توا هذا انت اللي تقول الدنيا فيها الباهي والخايبة؟ هكا تضعف سعاد. هيا عاد هيا عايش اختي، هيا يحلها ربي. الو، عسلامة سي منير. اي متغشى مني؟ اي تعرف هذه مش حكايه متاع تليفون، نجمش نشوفك. لا سامحني. اي عندك الف حق، عندك الحق، سامحني ما خممتش في الحكايه، اما تنجمش تقنعها تجيب حداك نكلمها الان. سيمونز صار لها كويس سربي مختار قبل. عمي يا اخي بالحق ما عليمش عاود عاصمه الاخرى. شو بالحق خد سمعت يا شومي. الله لا يفضحنا. ليش الفضايح تو؟ ها وانت منين ليك الحديث هذا يا اخي؟ تتلصص عليا وتنسنس عليا وعلى حديثي مع الناس. مش نتلصص يا ما، انتما تحكيوا بالقوي يا اخي، وصلني الكلام خي مش بالعاني ولا مرت عمي. صار هي الحكاية بالمجد، ناري على وليداتي باش يجيبوا لهم امراه مرت باب طلبت مره لهم عيشتهم. عليها يا مرت عمي الحديث هذا، بالك قطعت على سمليح. رفت عليا انت، فما مرتبونا سمليحه. اللطف يا ربي، خالتي نجا ما زلت كيف ماتت ماشي ياخذ عليها في امراه. يا ناري على سعاد، اش باش تحس كيف تسمع مسيكنا؟ امل الراجل مازال كي حط رجله في الدنيا، المراه الله يرحمها في حياتها لا جوحها ولا حوشها، وحتى كيف مرضت اصرف عليها اللي وراها واللي قدامها، وتوا كيف تفكرها ربي؟ ما هو يلزمها يشوفوا الناس الروحه. اش بني انا كيف مات المرحوم؟ ماني مت معاه وربيت صغيراتي، الراجل راجل تبارك الله والمراه مراه، ما لا شكيت ولا بكيت ولا طلبت ونيس. لا عاد قلتي لنا رانا خذينا لك راجل قمقوم تكملي به حياتك، انت المرحوم كليتي لها راسها في نهارين، انت يلزمك جن ولا جادور فماشي ما يهدك. اسكتي برك. صلي على النبي يا عم المنصف، يسمعوكش تقول يخدموا فينا زاد. ها تظمر اسكت عليا. واه شبيك بابا؟ ماكش تسمعي في الفردك متاعك؟ هاي يا سيدي بالله إلا زدتوا فيها ضرب، هاي الكل اخرج عليا. كل واحدة تشد دارها. صلي على النبي يا اخي، صلي على النبي. عيب عليك يا منصف والله، عيب ما يعملوش كيما هكا ما يكبر في دارك القاع. باهي والله. بلا سوربريز يا بابا محلاه، وزيد الجاي هذي ما كناش نتصوروها بكل. تصورش قداش تمنيتك تكون حذايا المدة الأخرى. هو في الحقيقة كلنا توحشناك، والله ما خيبة بلاصتك وما وحشها. يا عايش بنتي، ربي يفضلكم ناناتكم. هاي ما عوضتني ولا أكثر. ربي يعلم، هذوكم وليداتي. نحبهم ويحبوني. ربي يفضلهم. أما يا علي بلاصة البو وحدها راه. طبعا البنات على أبواب عرس والخطاب بدأوا يدقوا في البيبي. يا نانا شو دخل العرس في حكايتنا طبعا؟ شنو باش تدخل العرس في حكايتنا؟ ميلا ما نفرحش بيك انتي واختك. ليه نانا كنك علينا ثنيتي مزيد طويلة، انا مخي الكل في القراية، طاكي نكمل وقت اخرنا في العرس. وانا حكيت العرس هذية ما تخموش فيها انساء وهجملة. هكا سعر رشيد ولا يبي ما عندي معقول فيه، عاقل ومتخلق ولد فاميليا.
بابا الحق نتاع ربي رشيد كيما خويا. ايوا قلبها يا شومي ما ركحش عليه ما قرش عليه. شنو سبحان الله انفوس القلب وما يريد. شنو شوف يا سعاد، هذا مستقبلك وانت حره باش تختار اللي يفهم كل قدرك. عايشك بابا عايشك. ديما تخموا في الناس الكل وتنسوني كان انا. يا لله عيس والدي يا لله حبي عرس يا حبيتي يا لله احنا بالمرحومة ما زال بيتسنيك يا بابا. بايه يا سيدي ناخدوا لك امرأة باش باش تعيشها يا بابا بالهواه. يعطيك دودة يعطيك دودة يا خيتي. لا مش حكاية عرس راه بابا، انا لقيت حل لحياتي باش يرتحني من البطالة. ايوة ربي سمعنا عن الخير. شنية زيدا الهدرة الجديدة يا ريم؟ مش هدرة راه بابا، انا قررت نمشي لإيطاليا، نمشي نخدم على روحي ونكون مستقبلي ونعاونكم انتوما زاد. شنية قررت؟ شنية شنية حكاية السفر هذي يا اخي؟ على شهادك ولا على قفة الدبلومات اللي باش تهزها معاك باش تخدم بيهم غادي؟ لا قرار هكا. شبيك سعاد الراجل يعرف اش يعمل؟ بربي قولي اختي تخيلها سهلة الدنيا غادية. يا سعاد تشترى ولاد الحومة مشاولها إيطاليا، لا عندهم فلوس لا عندهم دبلومات لا عندهم شهاد لا عندهم حتى شيء، كون رواحهم وجابوا البانيولا زاد. اسمعني عايش بنت هذوك مع الله اعلم شكون عندهم غاديك عاونهم وحللهم اثنين، والخدمه اللي يخدموا فيها في بلاد الناس انت في بلادك تستعار بها. ركز ركز يا عايش ولدي ويزي بدا عما جاي. اي عندي مدة على قاعدة كيما هك، والله يعطيك الصحة بابا على الفكرة. هذه يا سيدي فكرة أمك، قالت تحب تبدل الجو. زيد احنا عنا مدة ما قعدناش مع بعضنا ثلاثة. زيد اش نحتفلوا بخبر حلو؟ خبر حلو؟ خي عيد ميلاد شكون؟ احنا ثلاثة مولودين في الصيف. باش نحتفلوا بخبر خطبتك. خطبتي نشكو؟ خطبت لك نوال بنت خالتك، وما تقوليش لا، انا نعرف مصلحتك. سامحني امي، ما ثم حد يعرف مصلحتي بخلافي، وما ثم حتى حد من حقه باش يتدخل في حياتي يختار المرأة اللي نحب عليها. فهمتك، مش قوسكت عليك معنى ما في باليش. دار عمك كلاولك مخك لقاوك عاقل ما تغير حد يحبوا يتلهفوا عليك. دار عمي ناس محترمين وبنات عمي عمرهم ما كانوا بهالمستوى اللي تحكي عليه. ناس حد وحد رواحهم، عمرهم ما طمعوا في حد ولا مدوا يديهم لحد. بالعكس نوال هي اللي مقلقتني، طلعت لي روحي مفدتني نهار طول وهي تكلم الو وي عسلامة جمال نخرج نتعشاو، الو وي جمال نخرج نفطر، الو وي جمال شربني حاجه. جمال هذاك السينما يعملوا لك فيه يطمعوك ومن بعد يتلهفوا عليك كما قالت امك. سمعني بابا، لو كان شال الكلام اللي قاعد تقول فيه صحيح راهو عمي عمل لك برشا مشاكل وقت اللي فكيته الارض. انا ما تبهتش في بالي بكل شيء، ما تم حتى شيء يتخبى. انا ما فكيت حتى شيء، كل شيء صح في البلديه بالحجه والتوابع. اما العيب في انا اللي فكرت في مستقبل ولدي. كاشي مزال مليان، اخوتك خرجوا
أيه. ريم اليوم تقرا صباح بكري، خرجت 6، وعصام البارح ليله كامله هو يتفرج في التلفزه اللي نوفات هكا ما زرقت. احسن احسن، اقعد. عندي موضوع نحب نحكي فيه معك، ماذا بيه تسمعني مليح وتفهمني. ان شاء الله خير. شوف، امك عندها مده ملي توفات، وانتم تبارك الله كل واحد شاد ثنيته بقدره ربي الدنيا مزيانه قدامكم. اما انا مانيش باش نعيش عمري وعمر غيري. اش فما؟ اش بيك مريضه؟ ما تتصورش قداش الوحده تقتل. تو الرجل في عمري عايش بين 4 حيوت يا رسول الله، لا حد يكلمه ولا يحس بيه، اولادي بعاد عليا. نعرف بابا عندك الحق، وزيد جربه هذه اللي عنا فيها لوالي لا تالي. على الاقل كان جيت تعرف ناس تمشي بحذاهم، تقعد تقصر شويه الوقت. هلا غلط. الحمد لله اللي فهمتني. انا نعرفك ما تفهمني كان انت. والله يا بابا حاسه بيك من الاول، اما الظروف حكمت. شوف توا برا امشي ارجع اختم على روحك، وايامات اخرين توا يخلط عليك عصام، منك تدبر له خدمه منه يوانسك. انت انا اقول لك وحدي وانت تقولي عصام. ايش تحبنا نعملوا بابا؟ نسكروا دارنا نمشيو نعيشوا بحذاك؟ حتى احنا زادة وحدنا. هنا متحملين غربتك، نقول والله غالب هذيك ظروف خدمته. ولا هذه عيشه؟ انت في برا واحنا في برا. بابا علاش ما ترجعش لتونس وتدبر خدمه لهنا؟ راه ما تصورش قداش محتاجين لك. وانا بصراحه تعبت منها هالمسؤوليه، مني يوم ومنه اخترا. ظهلي كل شيء على عينيك، اش تحبني نعمل اكثر من هك؟ شوف على الاقل احترموا ظروفي يا رسول الله. انا ما عادش نجم نعيش من غير مراه. مراه؟ بابا تحب تدخل علينا مرتبوه؟ وانا من قبيله نحكي لك ونقول لك عندك الحق وذيك ظروفك، تحب تلزني باش نقول لك اي يلزمك تعرس؟ سعاد امك توفيت الله يرحمها، ما عادش ترجع. اي شنو نعملوا؟ نزيدوا قطعوا تصويرات ونحطوا تصويره مرة اخرى؟ بابا ساعات الواحد راهو يلزمه يرضى باللي كتب له. معناتها انا غلط؟ ها عنده الحق السيد اللي قال لي برمشي عرس، وكيف يسمعوا يلقاو واحد قدام الامر الواقع. شكون يشبد على العرس؟ ها وانا بنتي تو ما عنديش العاء. عليانه يا نانا عليانه، بابا مازال شد صحيح فرشيت. تكون شي انت يا علي اللي ناوي على العرس.